طمنيني يا اختي ام طالب، الخبريه يبعت لي حمى عليها مزبوطه؟ بعيد الشر عن قلبك، ليش عم تدعي على حالك؟ يعني مزبوط مثل ما سمعنا انه واصل الشيطان الرجيم بين مريم وجوزها مثل ما قالنا ابن اختي حمزه؟ ايه والله تقبريني مزبوط. وما عرفتوا تصالحوهم؟ ما عرفتوا تحلوها بيناتهم؟ الله وكيلك، ما خلينا شيء ما عملنا، بس ما في افاده، دق المي وهي مي. شرفي تقبريني؟ كأنك كنتي طالعة برات البيت ام طالب، ما هيك؟ ايه والله تقبريني، كنت طالعة مشوار، بس طالما اجيتوا بلاها هالطلعة. كمان ما بدنا نعطلك عن مشوارك يا ام طالب. لا تقبريني، ما عطلتيني، كنت رايحة لعند جارتي ام صابر، اشرب عندها فنجان قهوة، بس طالما اجيتوا خلص، هلا ببعت بنتي مال الشام وبتعتذر منها. مين كان يقول مريم العاقلة الرزينة تحكي هيك مع جوزها؟ ايه بزمتي وديني، ماني مصدقة انه مريم بيطلع منها هالحكيو. ايه والله تقبريني، شي نزل على هالبنت من غامض علمه وقلب كيانها فوقاني تحتاني. شرفوا تقبروني، شرفوا يا ميت اهلا وسهلا، شرفوا. ايه والله والله لو بعرفوا بهالنفسية، ايه ما كنت دست عتبة بيته. لا والله بزمتي وبديني يا خانم، الزلمة ما كان هيك، بس شي اللي قلبوا هالقلبة وغيروا هالتغيير ما حدا بيعرف. ايه لا حبيبتي، المنيح بعمره ما بصير قبيح، بس هو شكله كان عم يتمسكن حتى يتمكن. ايه اخذ زينة صبايا الشام، وشفتي الكلام اللي قاله؟ ايه والله والله ما بينزل لا بميزان ولا بقبان. قلتك باينه وما بده شرح يو. ايه بس كمان لا تنسي يا خانو انه مريم قلعته من نص بيتون، وهو حاملها باردة سخنة وردلها ياها بتقليعة امه، تقليعتنا معه. أنا بقول إنه الزلمة من الأساس ما نو منيح، وبيني وبينك خليهم يتركوا بعض أحسن إله وإله. تفي من تمك يا بنت الحلال، ما رح نوصلها للطلاق يي، ويصيروا علكة بتم الخلايق. لا يو، لكن يضلوا كل واحد بديرة ويحكوا على بعضهم كلام طالع نازل أحسن. إيه والله والله ما تكون بنتي، إيه ما برجع له ياها إذا ببلبسوا عيونه التنتين. بيني وبينك ما له حق أبدا. شفتي؟ لك شفتي على قلة هالأدب والترباية يا لطيف؟ عملته مو حلوة بنوب بنوب. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم بس. شربي قهوتك يا خانم. من يد ما نعدم إن شاء الله. منك مجاري الهنا. هلا ما قلتي لي؟ كأنك قاعدة لحالك أم صابر؟ موقتي يا خانو، بكرة ابني محمد الله يسلم لي اياه بيرجع بالسلامة من مصر، ومن رجعته رح جوزه، وبسن زمان رح يملي لي هذا البيت بنات وصبيان. بس أنا أول مرة بعرف إنه عندك ولد بمصر. يوه، ابني محمد عم يدرس بجامعات مصر على حساب ونفقة أخي أبو طالب الله يخلي لنا اياه. أيوة، والسنة اللي بعدها بيخلص دراسة وبيرجع ومعه شهادة طوله. وشو عرفك ما يجيب لك مع الشهادة شي عروس مصرية؟ لا يو، ابني محمد ما بيعملها، هذا مربيته على الغالي، بعدين ما بيعمل شي من دون شوري. اي حبيبتي، اي بلكي المصريات أخذوا له عقله. لا يو، بيعملها؟ لا ابني ما بيعملها يا بنت الحلال. يو، وانتي ليش مكبرتيها كل هالقد؟ اذا على حسب الدين والأصول شو عليه؟ يعلم الله وغشتيني يا خانة، والله وغشتيني على هالسيرة تبع البنات المصريات. لك ايش بك ام صابر، ما بدي اوغوش القصة، وخاصة اذا كان حلو ومرتب مثلك. ايه والله والله بنات المصريات ما بيتركوه بحاله. لا والله يو، ليش انا حلوة؟ يو، ايه ما شاء الله حولك وحواليك، بتقولي للقمر روح لأقعد مكانك. ايه عم بتنقطي، عم بتنقطي حلا. ايه لا يا خانو، مو لهالدرجة. ايه شحني كبرت والدهر اكل مني شقف ونتاف. يو، ليش هيك عم تحكي عن حالك ام صابر؟ وليش مستقلة بحالك؟ ايه والله والله بس شفتك فكرتك بنت بنوت. عن جد؟ لك ايه، اميد شب وشب بيتمنى وصالك. يو، اي لا يا خانم، هيك زودتيها شوي. طيب لك شغله، تفضلي احكي. ايه مالك علي يمين لو كنت رجال؟ ايه والله والله لاعمل الدم للركب واخذك غصبا عن اللي بيرضى واللي ما بيرضى. يو، الا كان تاركتي لي هالرقه واللطافه والقطافه وقعدتي لي بين اربع حيطان لحالك؟ ايه والله الله ما قالها. ايوه، وبكره بيرجع ابنك من مصر ومعه عروسته المصريه، بلفها وبينام هو وياها، وانت يا معترة بتقضي طول الليل عم بتعدي نجوم السما. مو حرام عليكي تروحي هالجمال كلياته هيك؟ والله سكروا لها هذا الموضوع، لا تفتحوا قدامي، لك انا ما عاد بدي اياها.
تفضل. ما عاد حب يحس فيي بهذا البيت لكم مره. فهمتكم؟ انا ما عاد بدي اياه، ما بدي اسمع بيه زيرته، لك ما بدي اشوفه. مشان الله اطلعوا منك. انا ما عاد بدي اياه. ما عم تفهموا علي؟ ليش ما عم تفهموا علي؟ لك مشان الله ما عاد بدي اياه، بدي اطلع منه. لك حسبوا لي اياه هالكلمه وزيدكم. مشان الله ما عاد بدي اياه، اطلعوا لبرا. والله ردوني، والله شو ردوني، لك مو معقول. ما عاد بدي اياه. لك مشان الله ليش ما عم تفهموا علي؟ ما رح اقول لك يا ام طالب الا البنت بعمل لها عمل. اسمعي مني. يا عمل ايه والله يا ام طالب، وشغل مو حي الله على تأنينه. بس والله يا اختي ام حسين، الكل اكد لنا وعلى راسهم الحكي انه البنت متعرضه لصدمه نفسيه. انا مع ام حسين، البنت ما عمل لها عمل ومشغول كتير 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 قوي، لانه البنت ما انا بوعيها، ما انا بوعيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه والله يا أختي، إيه والله، مو هي هي بنتي مريم، الله وكيلك، متغيرة كتير علي. خلص أم طالب، اتركيها على الله ثم علي. بس فهميني أختي، شو بدي أترك هالموضوع عليكي؟ فهميني. قومي قومي، التفي بملايتك وروحي معنا. لوين بدي أروح معك؟ خلص هلأ على الطريق بحكي لك كل شي، قومي البسي أنتي. تقبري قلبي، فهميني هون، قولي لي شو القصة. الله عليك، لك شو بكي؟ خلص ليش بصلتك محروقة؟ قلت لك على الطريق بحكي لي. قومي يا مو، قومي روحي مع خالتي ام حسان. ايه امي، بركي على يد الله ويد هالمخلوقة بتطلع اختي من هالقصة. هيك قولتكم؟ ايه يا مو. طيب يلا قايمي البس تكي وبجي لعندكم. يلا. الله يرضى عليكم، ما بدي حدا يعرف وين رحنا وين اجينا. هالموضوع ما بدي ينحكى قدام حدا ابدا 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 صالحه، وانت كمان مالش شان. ليش نحن عرفنا منكم وين رايحين يا خالتي؟ قصدي ما بدي حدا يعرف باللي صار بيناتنا، لا من قريب ولا من بعيد، ولما بنرجع بحكي لكم كل شيء شو صار معنا. احكي لنا وريحي بالنا خالتي، الله يوفقك. خلص تقبريني بس نرجع بنحكي. السلام عليكم. سلام، اهلا يا عمي ابو العز. اهلا عمي ابو العز، عاوزك رمضان. شو صار بموضوعنا؟ اي نعم احكي لي. الزلمه مستعد يحطك باراضي زحله. حلو. ويا سيدي هو مسؤول عنك بحال طلعوا لك قطاع طرق او مش الحين وخلافه. يا سلام. وفوق هالشي مستعد من وصلتك لأراضي زحلة أمن لك شغل. لك يا عيني عليك. بس والله رح تكلفك شوية يا عمي أبو العز. قديش يعني؟ 5 ذهبيات. ولي؟ يا لطيف. هو بالهموطي شوي، بس بيني وبينك أبا ضاي على كيفك. لك إيش هو بالهموطي شوي؟ بالهموطي كتير. شو بتأمر أنا جاهز، ولا تسامحني إذا رح أخد نقلة واحدة لجيبتي. طيب خليني أفكر كيف بدي أمن الذهبيات وبرد لك خبر. بس لا تمطمطها، لانه هذا الزلمه سويعاتي وكل يوم بعقد، يعني جايز لما تصير شوي زيد الذهبيات عليك يا عمي ابو العز. بعين الله عمي، بعين الله. بس والله مو طالع بايدي شيء. بعرف يا عمي ابو العز، ولو في مجال اقدم لك الذهبيات من جيبتي والله. كفو كفو عمي رمضان، على كل بهاليومين برد لك خبر. مشي رجع على شغلك. الله يرضى عليك. بامرك عمي ابو العز. يا شافي يا معافي، يا شافي يا معافي، يا كريم يا شافي يا معافي. ست نعيمة. نعم. شو رأيك بحال بنتي مريم؟ والله يا حبيبة قلبي، شو ما بدي أحكي بيكون كله تكهنات. ليش ما جبتوها معكم؟ والله يا ست نعيمة، بنتي صايرة عنيدة كتير وما عاد سمعت كلمتي، وما بظنها تقبل تيجي معي لعندك. عم قول يا ست نعيمة، إذا سمحتي يعني يا ريت تشرفيها للست أم طالب وتشوفي حالة البنت، والله بتقطع القلب. شو عليه؟ بتشرف يا أم حسة. لحنا يلي منتشرف فيكي، إمتى بتحبي تجي لعنا؟ كان المنى يا أم طالب، أنا عندي اليوم موعد مع شفيقة بنت نويلاتي، واللي عليها عندها شب كاتبي له سحر كبير، والله عم يأرجيها المقاضي. ماشي ست نعيمة، بتخلصي شغلك وبتمر إلى عند البنت بتشوفيها، يطعمك زيارة النبي.
يا ريت تجي لعنا اليوم قبل بكرة وبتريحي لي قلبي. الله يريح لك قلبك من عالي سما. ايه والله يا ست نعيمة، البنت حالتها ما بتطمن ابدا، دخيل عينك تخلينا اليوم نروح لعندها. والله يا ريت يا ست نعيمة، حاكم بنتي حالتها ما بتطمن منوب. ان شاء الله راح اعمل كل جهدي، على عيني على عيني وراسي. ست نعيمة الله يخليكي، بدنا هذا الموضوع يعني. تكرم عينك يا ام حسان، انا اللي بعمله وبحكي فيه بيضل بيني وبين الناس، ولو يخلينا ياكي يا ست نعيمة. اسمحي لنا تقبريني بكي. الله يديم عليك صحتك يا رب. اهلين وسهلين والله بكي. تقبريني بكي بتخلصي شغلك على بكير وبتجي لعنا على البيت. يخلينا ياكي يا حبيبتي. مو على عيني. الله معكم. الله معكم. طولنا عمرك. السلام عليكم. الله معكم حبيباتي. الله معكم. خلينا ياكي يا رب. الله يكون معكم حبيباتي. مع السلامة. قربة معلمة بنت معلمين، والله يقدرني ردلك هالجميل هاد. جميلك بترده بمحبتك وودك يا أخ. لك أنت الروح والكيان والقلب كله يستملي هالوش. الله يسلمك. قولك يعني هالابن الحرام هذا رح يكف بلاعنا بعد الشي اللي صار؟ خلينا نشوف. وأنا من بعد إذنك، مشان هيك عم قوي علاقاتي مع معارف بيت أبو طالب. كملي كملي. ومشان هيك بدي منك تأمن لي شخص موثوق وقبضاي وقدع. بدي جوزه لحرمة أرملة، وهي الحرمة جارة بيت أبو طالب، بس مثل ما فهمت إنه بيحبوها كتير وبيوثقوا فيها. أيوة. وهي الحرمة رح تكون العين تبعنا ببيت أبو طالب، بدون لا هي تحس ولا هن يحسوا. ذكية ذكية وبنت زمانك. تربايتك يا أخ. لك أنا اللي مدوخ فرنسا وحكموا علي بالأعدام وهربت منهم، إيه هلأ صرت أخذ دروس منك. حاشا وكلا يا آغا، نحنا كلياتنا منتعلم منك. خليكي قاعدة يا زينة نسوان الأرض، أنا رح أفتح الباب. عم بتفضل علي بنت الشرنشيح يا ابن الحرام. طبعاً ما بيناسبك بنت العز والجاه، لأنك أنت بالأساس ولا شيء. بشر يا مدحت. والله يا أغا اليوم نصري خبرني عن الجفا اللي صاير بين صهر ولا أطفال. هالشي عرفته. في شي تاني؟ في انه اهالي الحرم مصدقين الروايه اللي صايره وحاطين الحزم بالجرن. يحزنوا يموتوا يلعن ابوهن واحد يقول الثاني. وعم يحكوا عن موضوع تجويز العزابيه والارامل برضو بالبال غيره. وهذا كل شيء اغا مدحت. نسيت قلك خود بالك من ابو العز منيح وحطه براسك، لانه مفكر يترك الشغل عنا من جديد. تؤمر يا اغا. وبالملكانه بتخلي مين يراقبه منيح، احسن ما يهرب لانه اسرارنا كلها عنده. أغا ليش منقتله ومنخلص منه ومن همه؟ رح نقتله بس مو هلأ، لأنه لي شغل معه هلأ. وجب أغا.